بلا توقف، ومنذ مطلع العام الماضي لا يزال أبناء المهرة يواصلون احتجاجاتهم ضد النفوذ السعودي، رافعين مطالب تنادي بخروج القوات العسكرية السعودية والميليشيات التابعة لها وبسط سيطرة الدولة على كامل تراب المحافظة. في فبراير الماضي عززت السعودية قواتها العسكرية إلى مديرية حوف بهدف السيطرة على مقر قوات خفر السواحل، ما جعل أبناء المهرة ينفذون اعتصاماً مفتوحاً أمام منفذ صرفيت لمنع أي استحداثات عسكرية. وأعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي تعليق فعالياتها أمام المنفذ خلال شهر رمضان، مؤكدة أن هذا التعليق قد ينتهي في أي لحظة إذا ما فكرت الرياض باستخدام أي تعزيزات عسكرية عبر المنفذ. المشهد السياسي والشعبي في المهرة يبدو متماسكاً خلافاً لما هو في بقية المحافظات التي تقع تحت النفوذ السعودي الإماراتي، وظهر ذلك من خلال دعوة القوى السياسية بالمهرة إلى رحيل القوات السعودية. ووصف البيان الصادر عن القوى السياسية التحركات السعودية بالمهددة للسلم الاجتماعي، معلنة انضمامها لاعتصام أبناء المهرة، محملة الرئيس هادي مسؤولية ما يحدث. شاركتنا في الحرب على الحوثيين، وليست الشراكة في إدارة المناطق المحرمة. لكن ما الذي يحدث في المهرة؟ وفق مراقبين فإن ما يجري ليس سوى انعكاس للصراع غير المحسوم حول طبيعة العلاقة بين الشرعية والتحالف، وقد ظهرت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية أحمد الميسري لتؤكد على أن الوجود السعودي الإماراتي في اليمن يجب أن يذهب باتجاه تحرير الشمال من ميليشيا الحوثي وليس باتجاه إدارة المناطق المحررة.